السلام عليكم. تحية تربوية لجميع أساتذة والأستاذات وجميع متتبعي قناة رياضيات لجميع المستويات. إذا في هذا الفيديو الجديد سنتعرف على رسم طريقة رسم بيان بالأعمدة. إذا قبل الشرح المرجو الضغط على زر صابونة قصد الاشتراك في القناة وزر الجرس جرس التنبيهات كي يصلك كل فيديو جديد وشكرا. إذا عندنا طريقة رسم بيان بمعنى تحويل معطيات إلى مبيان. إذا عندنا هنا معطيات وثيقة يعني في مادة الجغرافيا، هناك جدول يتضمن مجموعة من الدول ثم قيمة صادرات وواردات بعض القوى الاقتصادية في العالم. إذا هنا قيمة صادرات وواردات بعض القوى الاقتصادية في العالم سنة 2011 بمليار دولار. إذا هذه مهمة جدا هذه الوحدة. ثم مجموعة من الدول، قلنا هناك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا ستة دول ذو قوى الاقتصادية في العالم. هناك جوج ديال الحاجات اللي خصنا نركز عليها، الصادرات ثم الواردات. إذا كي نحول هذه المعطيات يعني هذه الأعداد أو الأرقام اللي عندنا هنايا إلى أشرطة أو أعمدة، إلى أشرطة أو أعمدة. إذا هذا السؤال عليه ثلاثة ديال النقاط، كتكون ثلاثة ديال النقاط. إذا ما خصناش نزكلوها، يعني خصنا ضروري نحاولوا نعرفوا الطريقة، وطريقة جد سهلة باش نحول هذه المعطيات إلى مبيان بالأعمدة. إذا كنرسموا المبيان مباشرة على هذا الشكل، يعني واحد الأرتوب الأفصول ثم الأرتوب اللي كيكون بحال هكا، وكناخدو فقط هذوك هذا كناخدو من عندنا ونديرو ليه السلم. أنا خديت واحد سنتيمتر تساوي 500 مليار مليار دو دولار. إذا هاد المقياس أنا اللي كناخدو مثلا حتى نوصل لعدد أكبر عدد. عندي هنا 2500، أكبر عدد هنايا يعني ما كيفوتش 2500، عندي 2350 2133. إذا 2000 إذا وصلت 2500 كنوقف، ما غاديش ندير 3000 4000 إلى غير، لأن عندي فقط 2350. إذا وصلت هنا 2500 حبست ودرت السلم، يعني تمت أنا هاد 500 باش ننقص 500 باش يكون عندي السلم يعني صغير. إذا كندير مثلا غير 100 100 100 ما غاديش تكفيني هاد الخط، هذا غيكون الخط كبير، غادي تكون يعني شاد لي الورقة كاملة. أنا درت 500 باش ننقص يعني 500 1000 1500 2000 2500 الى غادي. ثم كنحاول انني ناخذ واحد المقياس، انا دائما نبعد بين هاد الدول هادو بنفس المقياس، يعني غادي نحاول ندير هنا الاتحاد الاوروبي، الصين، الولايات المتحده الامريكيه، اليابان، يعني واحد المقياس اللي هو نفس المقياس هنايا، لا يهم بحكم ان ما كاينش شي حاجه اللي غادي تاثر على يعني الوضع ديال هنا ديال هاد الدول. الا كانت عندنا السنوات هنا كنعتمدوا مقياس، لان نحطوا مثلا سنه 2000 سنه 2001 سنه 2000، هنا ضروري نعتمدوا واحد السلم. اذا عندي سابدا مثلا نحولوا المعطيات الاولى ديال الاتحاد الاوروبي، عندنا 2350 في الواردات و 2133 في الصادرات. اذا كناخذ مثلا 2350، كنحاول نوصل 2300 هنايا، كنحددها في واحد النقطه وكنلونها بلون، مثلا نعتمد واحد اللون مثلا لون ازرق ونلونها يعني كشريط، نرسم شريط من هنا حتى لهنا. هذا بالنسبه للصادرات، وندير هنا يعني واحد السلم كذلك. هذا الرمز هذا اللي هو اللون الازرق كيشير الى الصادرات، نكتب هنا مثلا هي الصادرات. ثم بالنسبه للعدد 2300 و 2133 هو شو درت هنا، درت الازرق ندير هنا الواردات، عفوا ما انتبهتش. اذا هنا غادي ندير نضرب على هذا وغندير هنا الواردات، الواردات باللون الازرق، ثم ندير اللون الاخضر يعني كمفتاح ديال القراءات هذا، وندير فيه هنا الصادرات. اذا نمشي نشوف العدد هو 2133، 2100 يعني غادي يكون مباشره 2100، كتكون قريبه هنايا، كتكون 2100 قريبه هنا، وكنسطرها يعني من الفوق حتى لتحت هكا 2100 مزيان. اذا نمشيو للصين، الصين قلت بالنسبه للصين عندنا 1000، بالنسبه للون الاخضر 1898 يعني قريبه ل 1900،
1900 بالنسبة للصين. غادي نمشيو هنا، يعني 1900 2000 قريبا لهنا، غادي نمشيو نقفو في هاد النقطة هادي 1900، وغادي نجبدوها يعني باللون الأخضر، وهنا كنرسمو بالمسطرة باش نلونو مزيان يعني بطريقة تكون واضحة جدا. بالنسبة للصادرات الواردات عفوا باللون الأزرق، إذن هي هادي 1743، إذن 1500 1600 1700 نديروه هنايا. هيا اذا نبقاو غاديين يعني حتى للنهايه، وهاد الطريقه يمكن لينا نرسمو مبيان بالاعمده، هذا كيسمى مبيان بالاعمده، وكنكتبو العنوان ديالو هو يعني قيمه الصادرات والواردات بعد القوى الاقتصاديه في العالم سنه، اذا كعنوان بحال هكا غادي له العنوان ديالو قيمه الصادرات والواردات ببعض القوى الاقتصاديه في العالم سنه 2011 بمليار دولار، وكنكمل الميديان ديالي. اذا دائما هاد نحول المعطيات 1480 بالنسبه للصادرات بالازرق بالاخضر عفوا، يعني قلنا الصادرات درنا ليها لون اخضر والواردات يعني لون ازرق بحال هكا. اذا كنشير 1480 1480 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية غتكون قريبة لهنا، إذا غادي نجي لهنا 1480 ونديرها بحال هكا ونلونها 1480. ثم بالنسبة للون الأزرق شنو عندي هنا؟ 2266 2266 2266 ونشير لها بحال هكا. اذا حتى كنكمل الميبيان ديالي، اذا اللي مهم هنا هو انك دير هذا المفتاح، يعني هذا كيتسمى مفتاح، يعني مفتاح ديال القراءه ديال لقراءه الميبيان. ثم السلم، هذا كيتسمى السلم، السلم يعني سلم قياس، يعطينا واحد سنتيمتر، يعني واحد سنتيمتر من هنا ها هو واحد سنتيمتر من هنا، من هنا حتى لهنا كيساوي 500. اذا ثم هنا 1 سنتيمتر 500 1 سنتيمتر 500 1 سنتيمتر 500 1 سنتيمتر 500، يمكن تاخذ 2 سنتيمتر، يمكن دير حتى 2 سنتيمتر، واستعمال المسطرة ضروري نستعملوا القياسات باستعمال المسطرة. اذا كنتمنى انكم تفهموا طريقة رسم مبيان بالاعمدة، يعني تحويل المعطيات الى مبيان بالاعمدة او الاشرطة، هادو هما الاشرطة اللي كيسموهم بالاشرطة. وشكرا على تتبعكم، ما تنساوش الضغط على زر سابوني قصير الاشتراك في القناة، وشكرا على دعمكم للقناة، شكرا.